يعني مستمسكات تابعة للمحافظة، تابعة للمطار، المطار النجف، تابعة للعراقيين، واردات العراق كلها تابعة لإيران، كلها واردات النجف، واردات المطار كلها للشعب الإيراني وللحكومة الإيرانية. يعني هاي أبسط دليل، هاي التصوير شوفوه تكمل اليوم تحقيق مشان فساد مطار النجف. زين مطار النجف شنو قضيته بالقنصلية الإيرانية؟ شنو قضيته بالحكومة الإيرانية؟ غير كلهم تبعية وديون، نعلى تطلع عليهم وعلى جابهم وعلى عرفهم بينا ونعلبهم لا بالخير بيهم.